باش منانيش يذكره كل شيء ونحب الراجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متشبعي قناة النجارات العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. ولكن قبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك وما تنساش أنك تدوز على الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فيسبوك انستغرام وحتى من تيك توك وهادو بالثلاثة غادي تلقاهم تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو دابا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. أعلن فريق الرجاء الرياضي العالمي أنه سيسلك مساطر قانونية ضد زكريا الهبطي لاعب الجيش الملكي عقب خرجته الإعلامية الأخيرة. وأكد الفريق الأخضر عبر بلاغ رسمي نشره مساء أمس الاثنين عبر مواقعه التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، وجاء في هذا البلاغ: تلقى أعضاء المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي باندهاش واستنكار شديد خروج إعلامي مغلط للاعب الرجاء الرياضي السابق زكريا الهبطي، والظاهر أن مثل هذه الخرجات والتي تهدف لشدة الانتباه وصنع البوليميك تكون غالبا كتعبير عن عدم القدرة على تحقيق هذا الأمر بالتألق الرياضي والتقني. وإننا لا نعلن للرأي العام الرياضي عامة والرجاوي خاصة أننا كمكتب مديري لنادي كبير ومرجعي لن نتوانى ولا نتردد في الدفاع عن اسم النادي، وذلك بسلوك جميع المساطر القانونية الممكنة من أجل رد الاعتبار وصون حقوق الفريق. ووجب أن نذكر جماهيرنا الوفية أن هذا اللاعب الذي تعاقب على تسييره أكثر من مكتب قد استدعي في عدد كبير من المرات للمثول أمام اللجان التأديبية للنادي لخروجه وخرقه المتكرر للقوانين الداخلية وصدور سلوكات مشينة وغير احترافية عنه. كما نشير أيضا أن الفريق قدم له في بداية الموسم عدة عروض بالمقارنة مع إمكانياته، منها مثلا عرض بالدوري المصري بقيمة 300,000 دولار وآخر بالدوري البلجيكي القسم الثاني بقيمة 50,000 أورو، وأيضا عرض بالدوري المغربي من طرف فريق الجيش الملكي بقيمة 100 مليون سنتيم. تم رفضها كلها من طرفه بشكل غريب وينم عن عدم رغبته في الاستفادة من النادي، ومع مداومة التطاول والتمرد تقرر بعدها تسليمه لأوراقه مقابل تنازله الطوعي والإرادة عن جزء من مستحقاته. وإننا نذكر مرة أخرى أن هذا التجاوز والجرأة في التطاول على اسم نادي كبير اسمه الرجاء الرياضي لن يمر مرور الكرام، ونؤكد على أول خطوة في مسار الرد هي وضعنا شكاية لدى لجنة الأخلاقيات في صدد ما صدر عنه، كما سنسلك مساطر أخرى قانونية جبرا لأي ضرر سيترتب عن هذا التطاول المجاني عبر وسائل الإعلام. ويشار إلى أن زكريا الهبطي كان قد أكد في حوار صحفي أنه تلقى تهديدات من رئيس محمد بودريقة من أجل التنازل عن مستحقاته المالية العالقة لدى الفريق الأخضر. وهدد الجنوب الإفريقي هاشم دومينغو إدارة نادي الرجاء الرياضي العالمي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية العالقة في ذمة النادي. وأكد وكيل أعمال اللاعب لانس ديفيدز في تصريح لموقع SABC سبورت أن اللاعب الجنوب الإفريقي لم يتوصل براتبه الشهري لعدة أشهر منذ انضمامه. وأضاف وكيل أعماله: لقد أجرينا محادثات لمحاولة تسوية الموضوع وديا مع إدارة الفريق، لكننا وصلنا إلى طريق مسدود في وقت الحالي، ويبدو أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو رفع الأمر إلى الفيفا. لم يتم اتخاذ القرار بعد، سننتظر توجيهات الفيفا بشأن هذا النزاع الحالي قبل أن نؤكد خطوتنا التالية. هاشم يريد فقط أن يلعب كرة القدم وبالطبع يكسب عيشا كريما لعائلته الصغيرة. وفي فضيحة كروية وطنية كبيرة اللي تم إصدار تفرشات البارح جات بأن رئيس الوداد سعيد الناصري وهشام أيتمنى متورطون في شراء مباريات البطولة الوطنية والعصبة الأبطال الإفريقية، بالإضافة محاولة إرشاء حكم مباراة الربع النهائي كأس إفريقيا بين المغرب ومصر التي انتهت بتأهل الفراعنة. يعني القضية هنا أحمضش بزاف، بأن القضية داخل فيها النصيري وداخل فيها
هشام يتمنى بإرشاء الحكام، يعني كيشريو لي زاربيط، كيشريو مباريات، كيشريو بزاف ديال الحوايج، وتطاولوا بأنهم يشريو مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري في كان الكاميرون اللي خسرنا فيه بواحد زيرو. يعني قضية حامضة عليهم بجوج، ومازال غادا تزيد طوال هاد القضية هادي. وأصدر مكشب هاني بكري المستشار القانوني لمحمد الشيبي اللاعب السابق لفريق الرجاء العالمي بالطبع والآن لاعب بيراميدز والمنتخب المغربي، بيانا يؤكد خلاله أن موكله سيتخذ المزيد من الخطوات للحفاظ على حقوقه وحماية له من الضغط المرار عليه في قضية حسين الشحات. وجاء في بيان الذي نشرته صحيفة في الجول المصرية، أكد المستشار هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي بأن اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس سنة 2024 أثناء تواجده بالمملكة المغربية خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024 أي غدا إن شاء الله. ومن الغريب أن هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة. وفي هذا الصدد يود اللاعب محمد الشيبي التأكد على الحقائق الأتية: أولا أنه لم يكن راغبا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحاج، إلا أن الوضع الحالي باتا يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونيا ولوائحيا. ثانيا إن ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك الغير رياضي والمخالفة الرياضية والذي يستوجب معاقبته تأديبيا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداء جنائيا يعاقب عليه قانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في القانون الرياضي الرقم 71 لسنة 2017. ثالثا استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتخصص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها، إن القول بغير ذلك يشكل انتهاكا صارخا لأهداف ومبادئ الفيفا ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا. رابعا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية الانضباطية للاعبين من جهة والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية وبين المسؤولية الجنائية للاعب من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الطاس هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرا. خامسا إن النزاع اللاعب مع حسين الشحاج ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوة جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانون الأصيل في مباشر وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمنية على الدعوة الجنائية ولها منا كل الاحترام والتقدير، وبالتالي فإنه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن اللجوء للاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح الاتحاد الكرة القدم المصرية واللوائح الفيفا. سادسا وأخيرا يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليا واللجوء إلى جهات قضائية الدولية بما فيها لجنة الانضباط للفيفا بهدف شكوى اتحاد كرة القدم المصرية لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها. وحنا كمغاربة قبل كل شيء ندعم اللاعب ديالنا محمد الشيبي اللي تعرض لاعتداء واعتداء كبير والقضية وصلت للضرب من طرف لاعب الأهلي المصري الشحات. يعني كل الدعم لمحمد الشيبي، وكنتمنى وكل المتمنيات ديالي تدخل ديال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي هو فوزي القجاع، بحكم ان شفنا تدخل بزاف ديال الحوايج من طرف لاعبين ديال فريق الغريب اللي هو الوداد، وتدخل في بزاف ديال الحوايج من طرف عدة فرق مغربية. كنتمنى انه يتدخل في هذه القضية ديال محمد الشيبي اللي كيتعرض للعنف وكيتعرض للعنصرية وكيتعرض حتى للتهديد باش انه يتنازل
القضية وهو رافض كل الرفض أنه يتنازل في القضية ويتنازل على حقه. وإحنا كمغاربة وكرجويين بحكم أن اللاعب سبق ابن مدرسة نادي الرجاء الرياضي ولعب في فريق الرجاء الرياضي ومحب لفريق الرجاء الرياضي، إحنا كجماهير رجوية كندعمو كل الدعم وبغيناه ياخذ حقه بالقانون. المهم اخوتي الرجويين وخواتاتي الرجويات، الفيديو ديالنا سالا وكنتمنى من هذا الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبك ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الحسابات الرسميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فيسبوك انستغرام وحتى من تيك توك، وهادو بثلاثه غادي تلقاهم تحت في الديسكريبشن. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده لا تتعلق بفريق الرجاء العالمي. دمتم في رعايه الله وحفظه، ودي مراجع وتعيش الراجع.